واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومع عدد من المسؤولين بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع وفقا للخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معادلات التنمية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي ويسهم في فتح آفاق التصدير وفي توفير فرص العمل.